بعد ما استفدت من دروس الجيتار مع يوسف لايك. ادعمني باللايك وهي بنا للتعلم. يا السلام عليكم حبابتنا، تكونوا بخير. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو هذا الدراري والدريات. غادي نقصروا الاغنيه تاع الشاب بلال ميم با ابل، نوطات بساط كالعاده. شوف هذا نساه، هذا كان الجيتار عندك انت في الاول، فهمتي؟ الله كي تشوف هذا كيتخلع. المهم غادي تجي للثالث، كله على حسب طبقه الصوت. شي ناس لا كانوا برو ما غاشي غايجيو، ماشي تنقول غادي يضحكهم، ولكن الناس اللي يلاه باجين. شوف غتحسب ثلاثه، هادشي اللي جيت انا هنايا، الا ما جاكش هنا مزيان ممكن تزيد هكا وتحسب، فهمتي؟ بلان هكا وهكا على حسب الطبقه تاع صوتك. المهم حنا غادي نتعلموها في التروازيام، فهمتي؟ بلان غادي نحط هدف الثالث، عندنا هاد النوطة هادي بطبيعة الحال، عندنا هدف الثاني، هدف الرابع وهدف الثالث. هادي هي أول نوطة عندنا، عندنا هاد النوطة هادي. هانتوما شوفين كنا شو شحال بنا نرجعو، نرجعو بجوج بنشدو هادو، هدا الخامس وهدا هدا الخامس وهدا الرابع. عندنا هاد النوطة شتي فين كنا، ولكن هذا في الثالث، هذا في الخامس، هذا في الرابع. وتنختموا بهذه باش هذه تنبداو بها وتنختموا بها نتوما. هذا عندنا فيه عندنا الدخله، فهمتي؟ البلان تمشي بحال ما مزيان. عندنا هاد ربع هاد ربع تلانوت اللي هما في الاصل هي ثلاثة، ولكن هادي كنبداو بها وكنعاودو نفينيو بها. طن 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 طن، هادي الدخلة. كاينة ديك الدخلة الأخرى تاعت ونتي يا ميم با لي روفران، هانتوما غادي نلعبو. عندنا هادا هاد النوطة هاني، وعندنا هاد النوطة. هانتوما شو شحال شحال مشينا، بحال اللي بينا نلعبو من هنا صون، فهمتي؟ طن طن هانتوما هادا تنستو، هادا التالت، هادا الخامس، هادا الرابع. عندنا هاد النوطة كنرجعو كي كنا دابا إلا لعبنا هاكا وتجينا ساهلة، متنبدلوش هادشي اللي في جينا طن طن، فهمتي؟ البلان تنوصلو لنا. أما إلا جينا بينا لعبوها بينا لعبوها مثلا نعطيكم هنايا مثلا تلعب هاكا، بتبتلي تكلاوما بتلعبها هكا. المهم هاد الدخله نتاعت ميم با اب، هانتوما نعاودو التيسك باش تعرفو الدخله. الدخله هي اللي بتلعب هكا، التيسك البارول ديالو هاك 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 هاك. بتليك سي فيني وندمت راني نادم السير عمري زاف معاك انتي كنت خير، شالت والضحكة راحت تهدم لابني وانتي يا ميم با ابل، وهذا اللي زادني هبال سقصيتي على حوال ميم با كيران، وانا قلبي دي ما يسال يعشق في غيرك محال، مازال غنتي مازال عدم معاك مزيان، فهمتي؟ هاد الروفران بوحدها هي اللي فيها هادشي هذا. اما ديك مالي سي با كراف جي لا بيتيني، ومالي سي با كراف ولفت الفيدي ولي لقاني بيك واي نسيني فيك، ولي لقاني بيك واي نسيني فيك. هادي راه بوحدها، هاد سميتو الدخلة راه بوحدها فيها نوطات شكل.
فيها هادي جوج المرات فهمتيني، هادي طن 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 عاد لي لقاني بيك هو ينسيني فيك. المهم تنقول ديك سي با غراب جي لابيتيد هنا وما لي سي با غراب ولفت الفي لي لقاني بيك هو ينسيني فيك لي لقاني بيك هو ينسيني فيك. مش الله راه نص هي دوك النوطات اللي وريتكم في الاول هي تبدل لي الترتيب هانتوما انا عاود قلت لك سيفيني وندمت الفراب بعدا عرفت الفراب في الشعبي الفراب بحال شكل خليجي هو دابا هو هكا ولكن الا بينا نعاودو كنربطو بينات كل فراب وفراب كنربطو بهبطة فهمتي فهمتي هكا تقيل تبغي تسمع لي كاكا يسي فيني وندمت راني نادم السير عمري زاف وراحت ما عرفش عندي شمسي معاك انتي غابت معاك انتي كنت خير شيلت والضحكة راحت تهدم لابني وانتي يا من بابيل وهاد اللي زدني بيل سقسيت على حوال من فقيرة انا قلبي دي ما يسال يعشق من غيرك محال مازال غنتي ومازال عد من ما لسي بقرا جيلا بجيدي وما لسي بقرا لقاني بيك هو ينسيني فيك واللي لقاني بيك هو ينسيني فيك وانتي سيفيني وندمت راني نادم السير عمري دافا وراحت معرفش عندي شمسي معاك انتي غابت معاك انتي هاني غنيتها جوج المرات باش تعرفوا راه الناس هادشي اللي غنينا هو اللي تيتعاد في الكوبليت فهمتي بلا. المهم هادشي كاين بالنسبه لهاد الفيديو بما نزيد نطولو تشوفوا شي فيديو اخر وبيس لكم الخوت.